التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة اسمه ايه؟ انا لغايه دلوقتي مش متخيله اللي هو عمله ده. مش من حقك تعمل فيا كده، مش من حق اي حد في الدنيا يعمل فيا كده. انت كنت في حياتي، انا كنت بحبك. اطلع بره، مش عايزه اشوف وشك تاني. اطلع بره بره. يا اسف، ده ولا حاجه بالنسبه اللي انت عملته فينا. انت سايب كل واحد فينا حاسس بالذنب ان هو اللي غلطان. بس سيادتك لو كنت شفت، سيادتي لو كان حصل العكس واختك هي اللي جت وقالت لي انا هبيع اخويا واهلي وجوزيني ابنك وخليهم يفتكروا ان انا ميته، ما كنتش هطوعها يا اسطى، لاننا ولاد ناس محترمين. انت ما تقدريش تسيبيني. وافرض قدرت، هتكلم جوزي مكالمه افلام تقول له احذر مراتك بتخونك معايا؟ قلت لك ان الست لما تتجوز وتروح تحب راجل تاني مش اسمها ايه؟ بس اعمل حسابك انت اخرك معايا ثلاث الحان بالكتير، بعد كده هتجيب اجلي. هتفضلي مش بسألك كتير. مش هينفع نقعد ما نتكلمش. خلاص بقى، بص. هو انت ازاي اللي خدت من حياتك فجأة كده؟ حسيتنا كلنا كده، محدش فينا فرق معاك. بس فعلي الموقف اللي عمله معايا، ولا انك ما حكيتليش على حاجه وخبيتي عليا لاول مره، مع اني سالتك وقلتيلي خلاص الموضوع خلص، بس واضح انك ما خبيتيش عليا. بس ايه، انت كدبت كمان. كويس يا ادم؟ انا نفسي يا حبيبي.
وبقيت مدخن كمان. انت غيرت الموديل القديم ده خالص. معلش كمان كتير قوي ما تقابلناش. لا معلش على ايه، انا مش زعلانه. انا عارفه ان انت كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الدنيا ضيقه والدوائر كلها داخله في بعض. متخيل يعني نعم انت ما بتشتغلش اي حاجه دلوقتي، بس البروجرام مليان برضه، خروج وسهر وشرب ورشا. رشا لوحدها الحقيقه كفيله انها تطول حياتك كلها، يعني مش بس الشهرين اللي انت لغيتني فيهم. ليه كده بس؟ انا ما لغيتكيش ولا حاجه. لا لغيتني يا احمد، انت نهيت العلاقه اللي كانت بينا من غير حتى ما تقولي انها انتهت. ولا انت مش شايف ان اللي كان بينا ده كان اسمه علاقه؟ انا فهمتها كده، لما واحد يقول لواحدة ان هو بيحبها وهي توافق وتنبسط ويبقى يومهم ما فيهوش غير بعض، ده في قاموس الدنيا كلها اسمه علاقه. فلما العلاقه دي ما تنتهيش من الطرفين وبشكل واضح، ويروح هو يعرف واحده تانية ويبقى يومهم ما فيهوش غيرها هي، يبقى دي اسمها خيانه. تعرف واحدة عارفاني بقى وعارفة دي أنا مشوش وضايص ومعنديش شخصية. لا لا، ده الموديل القديم احنا اتفقنا خلاص. انت دلوقتي واحد تعرف كويس قوي انت بتعمل ايه، تعرف تاخد قرارات وتنفذها، تستقيل من شغلك علشان مش عاجبك، وترفض تكون جوست رايتر. شكلك رفضت تكون رايتر اصلا، تقلب واحدة عادي جدا كده بمنتهى المهنة وتعرف غيرها، تعرف تواجه وتجازي وتعاقب. بس معلش انا عايز اسالك على حاجه، ممكن تكون ما تخصنيش يعني، بس انت ليه عاقبت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. اختفيت من حياتي ولغيتني من حياتك تماما، ورحت انت بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. بس والله لا تصدق، برضو بكل اللي أدم عمله ده برضو أنضف منك 60 مرة. لا آسف يا شهيد. لا آسف على إيه؟ ليه آسف على إيه؟ أنت أذيتني مثلا أو خالص؟ انت اكتر واحد في الدنيا وجعتني، اكتر واحد، عشان انت اخر واحد في الدنيا كنت اتخيل ان انت ممكن تطلع خاين قوي كده او غدار قوي كده. يا اما بتيجي لعندي يا اما بروح عندك على مصر. أما أنا اشتقت لك كتير. مش عم صدق أنا كيف سمح لك إنك تحبسيني، منعتيني إني أروح مع مصر مع إنه عندي شغل كتير هناك. مش حبسك، وبعدين لو عايز تيجي تعالى، بس أنا مش هقدر أشوفك. المشكلة إذا جيت لعندك على مصر وما شفتك وكنت أنا وياك بنفس البلد رح أكتئب كتير. تكتئب؟ مش الدرجات زين، اكتئبي. إنجي أنا زعلتك بشي؟ انت سالتني السؤال ده مرتين وانا قلت لك لا. انا مش حاسس ابدا انك اشتقتي لي. لا وحشتني. ممكن تخليك معايا عشان يوسف انا حاجه تانية؟ هاي حبيبي. حياه بايخه قوي من غيرك يا انجي. رجعي بقى. وانت كمان وحشتني قوي. ايه اخبار الشغل؟ زي ما هو. نديم لسه بيتعامل كأن المشروع ما يخصوش، بس انا داخل عليه اهو. عايز اخد شويه قرارات كده معاه. داخل عليه اهو. انجي بتسلم عليك. سلمنا عليها. بيسلم عليك كتير. طيب خلص شغل بقى وبكلمني. طيب حبيبتي. ويسكي ولا بيرة؟ ويسكي. انا عارف ان انت وحشاها وماما وحشينك، بس مش كده برضو انجي، انا جوزك يعني. خليني احسن من كده لو سمحتي. روحتي الدكتور اكرم ولا لسه؟ عملتي فول اب؟ هروح بعد الويكند. ده يوسف؟ اه سلمي عليه.
مامي بتسلم عليك. بصي هالي جدا. بيبوسك. طيب يا حبيبتي انا هقفل معاكي دلوقتي واكلمك بالليل بقى قبل ما انام. باي باي. باي باي يا حبيبي. تشيرز. تشيرز يا مريم. شكلك وحش جوز. كان لسه بيزن عليا ان انا ارجع دلوقتي. طب وانتي؟ ما وحشكيش؟ اكيد وحشني. بس انا مش جاهزه ان انا اسيبكوا لسه. اللي يسمع كده يقول ان احنا قاعدين جنب بعض طول الوقت. ده انا بشوفك صدفه. لا يا ماما ما تقوليش كده يعني مش قوي. وبعدين انا عايزه اروح اشوف دكتور اكرم عشان اعمل معاه جدول مواعيد متابعه الحمل عشان انتهز الفرصه عشان انط لكم بقى هنا كل شويه. هو انت زهقتي من هناك ولا ايه؟ ايه يا ماما اللي اسمعك بتقولي كده يعني يقول ان انت اللي زهقانه مني. انا لو عليا مش عايزاكي ترجعي. انا بس بطمن عليكي. انت في حاجه قلقاكي؟ حاجات. وانا منهم؟ انت ايه رايك؟ انا رايي ان انتي تنفذي قرارك. متوجعيش دماغك بينا احنا بقى. مفيش حد هيتعب غيرك انتي ماما. صح. طز فيكم. اه طبعا وحشاني جدا. يعني لما بتبقى هنا ببقى عايز اخلص شغل واروح على البيت بسرعه عشان عارف انها تبقى موجوده فبتبقى حاجه بتبسطني يعني. بس غير كده انا مش عايز اروح دلوقتي. ممكن اقعد في الشغل طول الليل. بيت بايخ جدا من غيرها. بيسمعك بيقول انك ما بتفرقها ولا لحظه لما بتكون هون. يعني بغصب عني يعني بشتغل مش بلعب. لا بس المفروض لما واحد بيحب التاني هالقد بيحب يبقى معه وقت اكتر. فهمت شو قصدي؟ عشان كده بقى قلت نشتغل مع بعض عشان نفضل طول الوقت مع بعض. بس هي ابتدت تتعب. فقلت برضو ايه موضوع الحمل ده واضح انها محتاجه تبذل فيه مجهود اقل يعني. تشيرس. تشيرس. يوسف انت بعدك بتحب الانجي مثل ما كنت تحبها قبل ما تتزوجه؟ قلت ايه الحكايه بقى؟ انت بتتكلم عن الحب بقى وبتاع؟ ده هو عشان ماليش في الاجواء الرومانسيه عشان كده بحاول اخد فكره. بعدك بتحبها بتلبل؟ لا مش زي الاول برضه. شفت؟ عشان صدقني هذا الحب هو اختراع انسان اخترعه الناس بس لحتى انه مش قوي كده يعني. لا انا ما اقصدش ان انا بحبها اقل، انا اقصد ان انا بحبها بشكل مختلف ممكن يكون اكتر كمان. يعني الحب بعد الجواز القديم بيبقى انضج. الحقيقه بيبقى اجمل. يمكن. هادي حد بيعرف عنها حاجة؟ بقول لك ايه؟ امسك ده. كوسان طيبة. ده طيب. تعرفش حاجة عن رشا؟ سافرت يا عم بنت المجنونة. اللي اسمها بتقول عايزة تعمل عيد ميلاد تاريخي للبنت دي يقول إن هي كانت هتبقى أم العروسة النهاردة. ازيك يا عمي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اما رشا فين امها؟ ما شفتهاش. صاحبتي يا عم، صاحبتي يا عم، صاحبتي يا عم، صاحبتي يا عم.
كنت فاكره ان حوار هشام ده حوار غريب، بس ده بالنسبه للي حكيتيه لي ولا اي حاجه. انا مش قادره استوعب ازاي ده كله حصل. انا اللي مش عارف استوعب اللي انت حكيتيه لي ده لحد دلوقتي. ده فوق مستوى خبرتي في الحياه. انا ولا عارف اقول لك تعملي ايه، ولا عارف اقول لك تتصرفي ازاي، ولا عارف انصحك باي حاجه بصراحه. شادي ما تسيبنيش. مش هينفع بقى موجود هنا ايه؟ رغم كل العك ده البيت ده ليه صاحب، وانا مش هينفع بقى موجود هنا وهو مش موجود، ولا حتى عارف اني جاي. امشي. اول مره بحس كاني ما اعرفكيش ايه. بحاولي تخلي بالك من نفسك ولوحدك، لان انا شخصيا ما اعرفش ازاي. حنني قلب امك على ادم يا فيفي، ده مهما كان نورتنا كلنا. أحنن قلبها إزاي؟ إذا كان أنا قلبي مش قادر يسامح. خلاص بقى يا بنتي، المسامح كريم، عيل وغلط وخد جزاته، بس تافه بقى وأساوة. بعدين مهما حصل عمر دمنا ما هيبقى مية. أنت بتقولي لي أنا الكلام ده ليه؟ ما تروحي تقولي لها هي. الحمد لله على السلامة يا غالي. سعد جالي المحل وقال لي رجع لك الدبلة دي. كان فاكر اني عارفه انك فسختي الخطوبه. يا نسبتي، انتي فسختي استاذك. كان فاهم بما اننا عيله يبقى لازم عارفين. على فكره هو مرضيش يرجعها لك بنفسه. لا تفتكري ان هو بيتحجج عشان يفتح معاكي الموضوع تاني. وبعدين حاول يوصل لاحمد بصفته كبير العيله، لكن ما عرفش. واضح ان هو مشغول قوي لانه ما ردش. مين عارف، يمكن اتجوز ولا اشتغل ولا اي حاجه. يا لهوي، لا ما تقوليش كده، مش معقول طبعا. لا ليه، كل شيء ممكن. وصح كمان، عندهم حق. مش احنا اتفقنا ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ يا بسيمه ما تبقيش غبيه، ده مش بيت، ده اوتيل. يا ماما انا ما كنتش عايزه اقول لك، علشان ما كنتش عايزه اضايقك. عشان تعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي، وكل سكان الاوتيل ده يعملوا اللي هم عايزينه، ومن دماغهم كمان. وانا كمان هعمل اللي انا عايزاه واللي يبسطني، وملعون ابو اي حد تاني. اتجوزنا المية يا حبيبتي، بس مش هفكرك بيه تاني على فكره. انت ليه مصره ان انا ناسي؟ حبيبتي انا ما كنتش عايزه ابوظ عليكي المفاجاه. عشان سمعتك وانت بتحجز الترابيزه دي بعد ما فكرت. وحتى لو ما كنتش سمعتك انت عمرك ما افتكرت يا هشام. وحتى لو كنت افتكرت السنه دي كنت هقول اكيد في ان. بس ما تقدريش تقولي ان انا ما بحبكيش. بعبادك كمان. ما قصدتش كده. أنا عارفة.
زي ما انت عارف بالظبط ان انا عمري ما حبيت في الدنيا اي حد قد ما حبيتك. من اول يوم عرفتك فيه، من وقت ما خليتك تدخل قفص الزوجيه بالعافيه، من وقتها مفيش اي حد في الدنيا بيجي بعدك، حتى ابنك وافقت ان هو يبعد عني عشان افضل محافظه على الوعد اللي وعدته لك ووعدته لنفسي، ان الكون كله هو انت. انا ما بنامش غير لما انت بتنام، بصحاش غير لما انت بتصحى، باكلش غير اللي انت بتحبه، بفرح لما بتفرح، بزعل لما بتزعل، بسمعش غير ألحانك، ما بتنفش غير الهوا اللي انت بتتنفسه. انا حتى علمت نفسي ان انا اغفر واسامح فعلا كل شطحاتك ونزواتك، واطمن نفسي باللي انت لسه بتقوله دلوقتي، ان انت بتحبني وبتعبدني كمان. بس انت وعدتني بعد موضوع تلمستك ده ان انت عمرك ما هتخوني. دي اللي جاب السيره دي بس وسط الكلام وسط الكلام الحلو اللي انت عماله تقوليه لي ده. صح، طول ما انت عند وعدك ليا عمري ما هفتح السيره دي. انت لسه عند وعدك ليا يا شيخ؟ انت عندك شك؟ يس مدام. عبد السلام موجود؟ يس. لسه عايز تتجوزني؟ انت بتسألي؟ وانا موافقة، وفي أقرب وقت كمان، لأن مبقاش يفرق معايا أي حد. خنتني تاني وما صدقتنيش لما قلت لك انها اخر فرصه. انا دلوقتي في الطياره رايحه لابني ومستنيه ورقه طلاقي. وفر على نفسك اي مجهود، عشان مهما عملت عمري ما هرجع لك تاني ابدا. انا خساره فيك. مالكو؟ آدم عايز يتكلم معاكي في موضوع مهم. ما تكذبيش، انجي جايباني النهارده عشان نحكي لك على موضوع مهم. ايه الاوفر ده؟ ايه الموضوع المهم؟ ماما قررت تتجوز. نعم.
انتي كنتي عارفة؟ أيوة، وهي كانت نيتها ان هي هتمهد لك، بس حصل موضوع آدم فما عرفتش. يعني تقدري تقولي كده من الآخر، يعني اختفائي هو اللي خلاها ما تقولكيش، وظهوري هو اللي خلاها تقرر. مساحة الاتنين فيا، وانتوا طبعا انتوا الاتنين موافقين. انتي كمان هتقولي لما تهدي بس من الخضه اللي انت فيها دلوقتي وتفكري كده بس بالعقل، هتكتشفي انه هي على فكره كمان تستحق ان هي تبقى سعيده، وتستحق ان يبقى في ونس في حياتها، عشان كل واحد فينا بقى عنده حياته. لا، ما انا عندي ذكاء كفايه اني اعرف هو مين من غير ما انت تقول يا ادم. انا ماشي. لا يوسف، ما ينفعش دلوقتي، عشان كل ما يتقفل حوار بيتفتح حوار تاني زيه بالظبط، زي موضوع ماما انا لسه قايله لك اهو. مش متعصبة بس يوسف، ممكن بليز تكلمني في وقت تاني وانت فاضي؟ باي. مالك؟ مطبق بس من امبارح. مطبق ولا جالك خبر معاك لينك؟ خبر ايه؟ انت شكل ما حدش قال لك لسه. ماما وعبد السلام قرروا انهم هيجوزوا. مبروك، الف الف مبروك. خليهم بس يبلغوني امتى عشان نعمل حسابنا نبقى موجودين. في حياتنا حكايتنا معناها، وده
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرح لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره، وده بقى